إلينا إيفانوفا بوبوفا، سميرنوف، لوكا، كلها شخصيات كانت حاضرة على ركح مسرح عبد الملك بوغرموح بجاية بمسرحية الدب لكاتبها الشهير أنطون شيتخوف، حين قررت إيفانوفا بوبوفا الحداد على زوجها بعد موته، لكن سميرنوف الذي وصفته بالدب. أثناء جدال حاد دار بينهما كان يلزمها بضرورة تسديد ديون زوجها، لكن الجدال في الأخير يتحول إلى قصة حب حقيقية. Для нас Алжир открылся вчера. Мы увидели прекрасные горы. لقد رأينا بالأمس في الجزائر جبالا جميلة وبحرا وطقسا رائع. رأينا الجمال الحقيقي للجزائر وسعدنا أن المهرجان الدولي يقام هنا. Мне очень понравилась природа Алжира. Мне очень нравится, что здесь. هناك أماكن تاريخية جميلة وهندسة معمارية مذهلة. استمتعنا أيضا بالطبيعة. أما فيما يخص أداء المسرح فقد كان ناجحا وقد نال إعجاب الجمهور. مسرحية جلبت ضحكات وقهقهات الجمهور الذي أعجب وتفاعل مع العرض الهزلي الكوميدي طيلة مدة العرض. أنا أحببت المسرحية والسينوغرافيا والممثلين، وهذا المهرجان الدولي فرصة لاكتشاف الإبداع. داروا لمسة خاصة، شفت السكوبتاك شفتوا بليزيوغ فوا، داروا بزاف ناس متاعهم داروا فيه لمسة خاصة. ميور سبيكتاك بالنسبة للمهرجان، المهرجان هذه الطبعة 13 لاترازيام بدا يتحرك شويه، بدا يكون عنده يعني راح يخلق صدى، راح يخلق اشياء مهمه بالنسبه للمحتوى نتاعو. اضافه الى هذا ان العمدة الفضاءات استعملت هنا في بجايه، الفضاءات فيها لو كونت، فيها الومن شو، فيه توصل برا في الهواء الطلق، إضافة للقاعات مثل قاعة المسرح وقاعة دار الثقافة. ليكون بذلك مهرجان المسرح الدولي بجاية فرصة من ذهب لجمهور وعشاق أبو الفنون.